بداية نشكر تلفزيون الفجر الجديد على اهتمامه في المواطن وهموم المواطن. نرحب فيكم أولا، وبنصبح على كل أبناء محافظة طول كرم اللي ذهبوا لأعمالهم مشان قوت أولادهم، مشان رزق عيالهم. ونتمنى للجميع دائما السلامة والخير، وإنه عم السلام على بلدنا وعلى وطننا، ونعيش بأمن واستقرار، وكون إحنا يعني نأخذ مجالنا في حياتنا ويغير حياة أولادنا من بعدنا، لأنه إحنا عشنا حياة الله يكون في عوننا عليها. نأمل من الجيل القادم يكون يعيش حياة أحسن من حياتنا في ظل السلام عم على وربوع هذا الوطن برعاية القائد الرمز أبو مازن. نأمل أن رب العالمين يفرجها على أمتنا وعلى شعبنا، وإن شاء الله أنه الله بيطرح البركة بموسم الزيتون وبيطرح البركة في عملهم كمان. أول شيء بصبح عليك وعلى طاقم تلفزيون الفجر كله، بصبح على الناس بشكل عام، والله يسعد صباح الجميع، وإن شاء الله يوم موفق بكون وحافل بالعمل والنجاح على جميع المستويات إن شاء الله، للطلاب وللفلاحين وللمدارس وللمعلمين، للكل إن شاء الله. إن شاء الله إنه يكون يوم حلو ويوم صباحي جميل، وبتمنى للجميع الخير والتوفيق إن شاء الله رب العالمين. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله صباح جميل لفلسطين، لطور كرم، لأهلنا في الداخل كمان 48. والله الحمد لله ربنا، أول شيء نوجه لهم ألف تحية وصباح حلو، وإن شاء الله ربنا بيفتح حال الجميع ويكون يوم فعله خير وكل نبسط، وإن شاء الله ربنا كريم والله يفرجها على كل الناس إن الله رب. الله يصبحهم بالخير والله يعطيهم العافية وين ما راحوا وين ما يجوا إن شاء الله، والله بعطيهم الصحة إن شاء الله. صباح الخير لكم طبعا، وصباح الخير لطول كرم، صباح الخير لمحطة الفجر، وأهلا وسهلا فيكم في محلنا هنا في طول كرم، وإن شاء الله أنه يكون علينا عيد سعيد قادم، عيد الأضحى المبارك. أولا صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ربنا بعيده علينا بالخير واليمن والبركة على المسلمين كافة في أرجاء المعمورة، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بعم السلام الشامل العادل في هذه المنطقة المباركة اللي ربنا أنعمنا فيها أرض الرباط طبعا، وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين. صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد، صباح الخير لفلسطين والقدس المحتلة.